يعني أول المحكمة الدستورية تتطور مع تطور الزمن، يعني حكم اليوم غير حكم 2008، غير حكم 2006، غير حكم 86، أو بالتحديد من غير حكم 96 إذا نقدر نقولها، لأن أنا عندي قضية راح أناقشها وياك في خصوص المحكمة الدستورية. أنا يعني المحكمة الدستورية في ناس متعمقين متخصصين بالأحكام الدستورية وبالدستور، فأنا ما أحب يعني أتعمق أكثر لأن نعم. أنا لي اختصاصي وحدودي يعني نعم. لكن المحكمة الدستورية براي يعني حتى المواطن اللي قاعد يشاهدنا الآن إن فيه اختلاف بالآراء، اختلاف حتى يعني أنا لما أتكلم عن بعض الدكاترة المختصين ويتبعون إلى تكتلات وأحزاب وافقوا هذا الحكم وقالوا هذا الحكم يوافق يعني مخالف لأحكام الدستور. طالما فيه اختلاف المحكمة الدستورية هي اللي تفصل، وفصلت في شيء متفق عليه، فصلت في أن هذا مخالف لإجراءات أو لأحكام الدستور، وهل الكل متفق عليه. لكن هذا صرحت فيه المحكمة الدستورية أم منو اللي صرح فيه؟ لا الكل متفق أنها يعني الكل ينادي. إحنا شنو اللي وصلنا إلى هذا الجدل؟ اللي وصلنا أن هذا يقول لك أنه من أعمال السيادة. نعم. فالمحكمة الدستورية رأت بأن هذا من يعني مخالف للإجراءات وأحكام الدستور وأبطلت هذا الحكم. يعني أنا لما المحكمة الدستورية لما رأت أن في دفع بأن هذا مخالف لأحكام الدستور أبطلت هذا الحكم لدفع موجود. يعني إذا نقدر نسميه هذه خطوة ناجحة أو خطوة جيدة من أجل تصحيح خطأ إجرائي يعني قامت فيه الحكومة. القضاء يجب أن يحترم. نعم. ويجب أن يعني مهما القضاء يعتبرون بشر ويخطئون ويصيبون. نعم. يجب أن يحترم، وإذا في تطوير أو تحسين ما في بأس أنه في المستقبل نطور. يعني المحكمة هي مختصة، البعض يقول لك والله مو مختصة. نعم. يعني فبالنهاية من اللي يفصل؟ يعني طلبة فيه مختلفين، ما يصير أنا يقول أنا اللي على حق والباقي. اللي يفصل هو حكم المحكمة، هو المحكمة الصادر، حكم المحكمة الصدر. هي اللي تفصل. طالما أعلى هيئة قضائية كانت موجودة في المحاكم يعني أفصلت وعطتنا رأي في هذا الحكم أو هذا الطعن الموجود. أحب أذكرك بس في سنة 96، يعني إذا كنا نبي نرجع حق موضوع المحكمة الدستورية، النائب أحمد السعدون عندما ترأس مجلس 96 بعد حكم المحكمة الدستورية في تفسير الورقة البيضة التي كانت مثار جدل قانوني على ضوء التصويت في انتخابات رئاسة المجلس ما بين المرشحين للرئاسة أحمد السعدون وجاسم الخرافي، هذا الحكم أكد سلامة وصحة ترأس النائب أحمد السعدون لمجلس الأمة. وفي جلسة عرض الحكم في مجلس الأمة طلب النائب جاسم الخرافي التعليق على الحكم، عندها ضرب السعدون مطرقته بقوة مانعا الخرافي من التعليق مبررا ذلك بأننا هنا لا نملك إلا أن ننفذ ما في منطوق المحكمة الدستورية ولا نعلق عليه لا استحسانا ولا استهجانا. إحنا مشكلتنا أن ناخذ القضية كلها انتخابات وكلها سياسة. نعم. ويعني والمفترض يعني المفروض ان المواطن يكون مراقب للامور هذه كلها. المفروض ان يعني احنا القانون كله مو قاعد يطبق عندنا يعني. نعم. يعني انت تربط حزام الامان؟ صراحة لا. تربط حزام الامان؟ بس هذا قانون ما يأثر علي، يضرني أنا. لا لا ما يضر لا أحد. لا إحنا في إحنا في إحنا, إحنا في إحنا لا نعم. إحنا ليش إحنا أقول لك إن في قوانين كثيرة مو قاعدة تطبق. نعم. مو قاعدة تنفذ. يعني هذا له لا يعني هذا يشجع يعني يشجع على إيش؟ نعم. يشجع على مخالفة القوانين. لا هو في قانون عن قانون الأستاذ عبد الله يفرق. يعني أنا إذا ما ربط حزام الأمان يعني أنا المتضرر أكثر من مثلا من الشخص الثاني. يعني مثلا اذا دعمت شخص كان رابط حزام الامان لا سمح الله هو اللي يمكن هو اللي راح يعني يحمي حزام الامان انا ما راح يحمي خلي حزام الامان. نعم. لا تعمق لي اكثر اخاف بعد تقول لا لا لا. نعم. خلي حزام الامان كل قوانين الجمارك مطبقه. والله انا غير متخصص في قوانين الجمارك. لا يعني مطبقه ما في خمور موجوده عندنا احنا هني موجوده
ما احنا نعم. عندنا مشكله بالقوانين مو قاعده تطبق. هذا اللي هذا هذا اللي 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 سبب لنا مشاكل كل هالوقت هذا، انه ما في قانون، ما المواطن بدا لا يستشعر بالقانون انه موجود. نعم. وهذا الخطر الحقيقي عندما نعم. يعني نفتقد التنظيم ونفتقد احترام القانون، هذا الخطر الحقيقي. نعم. يجب علينا ان نحترم القانون وان يعني نساعد ونشجع على احترام القانون، لانه هو المنظم. عندما يختفي القانون تبدا الفوضى وتبدا الخلاف ويبدا القوه. نعم. الاعتماد على القوه. نعم. انت لو تلاحظ استاذ عبد الله، يعني من خلال التأزيم اللي صاير، وكذلك من خلال التهاون وغياب الرؤيه وتدني مستوى الحوار بين النواب، يعني حتى النواب اللي نعتبرهم المفروض كنا نعتبرهم قدوه تدنى مستوى الحوار، التأزيم، مراحل التأزيم اللي قاعد تمر على الكويت من وقت لوقت لغايه يمكن نقول امس، يعني وصلنا لمرحله يعني صعبه تمر عليها الكويت. احنا مطالبين في الوقت الحالي بالتهدئة، وصلنا إلى مرحلة التصعيد، مما خلى المواطن الكويتي يعني قام يخاف من الوضع اللي قاعد يصير، ومو عارفين المراحل اللي قاعدين نوصل لها، مع العلم أن الحكومة في الوقت الحالي قاعد تنفذ إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وقاعد تحاول تتعاطى مع الحكومة، لكن بعض أعضاء مجلس الأمة قاعد يخرج للساحة ويطالب في التصعيد. إذا شنو المطلوب في الوقت الحالي؟ المطلوب أن تأزيم المجتمع كله تغير، المجتمع كله تطور، والمشكلة نعم. الحكومة مو راضية تطور ويا المجتمع. نعم. المجتمع كله تغير، احنا اليوم غير قبل 20 سنة. احنا اصبح عندنا تطور، اصبح عندنا شبكات تواصل، تويتر، محطات خاصة. نعم. الامور كلها تغيرت وتطورت، المفروض الحكومة تتطور مع هذا التطور. ليش؟ لأن ما يلامون النواب، لأن بدأ من يضرب النواب. نعم. وبدأ من يهاجم النواب، وهذه اتخذتها مجموعة أنا ماني عارف منو اللي خلفه، اللي بدأ يضرب ويعني يأثر في النسيج الاجتماعي الكويتي. طلع هذا والله هذا دوي، وهذا حضري، وهذا يعني داخل السور، خارج داخل السور، خارج السور. نعم. هذه وهذا الشيء الكل يرفضه، يعني أكيد كل شيء. نعم. يرفضه، لكن إحنا نتحدث عن منو المتسبب. متسبب أنا أكون بصراحة كذا شخص موجود ضرب المجتمع الكويتي. نعم. واللي أغضب الشعب الكويتي بشكل عام، اللي أغضب الشعب الكويتي عدم تحرك الحكومة باتخاذ الإجراءات مع من يضرب الشعب الكويتي ويضرب نواب. نواب يمثلون فئات كبيرة بالمجتمع، فئات مؤثرة، بدأ يضربها شخص وضيع. نعم. يعني وبدون أن لا تتحرك الحكومة ولا تواجه من يضرب هذه مثلا القبائل، ويضرب هذه المجتمع الكويتي، ويضرب حتى نواب مجلس الأمة، بدون لا تتحرك الحكومة باتخاذ إجراءات حتى توقف من يعني يتخذ هذا الجرأة. الأمر نعم. الآخر أن نجد من يعني من هو مطالب من مطارد من السلطات يتحدث في 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 عمل يمسك قضية كبيرة اللي هي قضية الجنسية. نعم. ويتحدث فيها قضية ما ينظرها حتى القضاء، من يعني الجنسية من أعمال السيادة. نعم. نجد أن من يعني يمسك هذه القضية هو شخص أصلاً غير كفؤ أصلاً يمسك هذه القضية، لأنه هو مطارد من السلطة نفسها. نعم. يعني يمسك هذه القضية. نعم. هذا الشعب الكويتي كله يعني يرفض المستوى هذا، أو مستوى الحوار، أو التشهير كذلك في فئة على فئة، أو الطعن بفئة أو في قبيلة من أجل قبيلة. يعني هذا اللي تعودنا عليه، أو تعودوا عليه أهل الكويت. أهل الكويت عمرهم ما طعنوا بحد، يعني الحمد لله. من بين القزو يمكن اللي كان في 2/8 بين تلاحم الشعب الكويتي مع بعض البعض، يعني كان المفروض ان احنا نذكر ايام القزو اللي هي 2/8. بس المشكله احنا دائما نلقي باللوم على الحكومه،
يعني خاصة إذا كان في شخص طلع في التلفزيون يمكن يكون هذا اجتهاد منه أو رغبة منه في هدف معين أو من قبل أشخاص، دائما نلقي باللوم على الحكومة. شوف الحكومة الحكومة للأسف يعني الحكومة ضعيفة واعتمدت على الضعف واستمرت، يعني الحكومة لا تجاري أعضاء مجلس الأمة بهذه القوة. نعم. حكومة مو شفافة، غير شفافة، حكومة لا تساءل، يعني لا وجود للشفافية ولا للمساءلة، هذا اللي أضعف الحكومة. أين دور مجلس الأمة؟ مجلس الأمة دورها رقابي كذلك على الوزراء أو على مجلس الوزراء كذلك، أين دور الأعضاء هم نفسهم اللي كان مطلوب منهم أنهم يراقبون دور الوزارات؟ هم ما يعني الأعضاء مجلس الأمة طالما ما في شفافية. نعم. يعني اللوم أنا اللوم نلقيه على الكفتين اللي هو الحكومة اللوم الأكبر، ونلقي اللوم كذلك على أعضاء مجلس الأمة. طيب إحنا في قضايا مجلس 2012 نعم بينها ووضحها. لما نتكلم عن قضية مثلا استجواب وزير المالية نعم، وعندما نشاهد التأمينات نعم والطريقة التي تدار فيها التأمينات وأموال المتقاعدين نعم، هذا شيء خطير جدا. عندما يتحدث المستجوب ويقول أن أموال المتقاعدين يتعامل فيها في الأوبشن، وهو الأوبشن أخطر شيء في التعامل وأصعب شيء، أموال المتقاعدين بهذه الطريقة. عندما نجد أن تلغى الداو نعم وطريقة التعامل هذه في 2009 لا احنا اكتشفنا الان، احنا اكتشفنا نعم بعد العقد الجزائي اللي حصل اللي نعم هو مليارين و200 مليون 200 مليون نعم. عندما نرى أن الإدارة الحكومية بهذا الضعف وبعدم الشفافية وبعدم الوضوح وبعدم المراقبة نعم وعدم الإمكانية وعدم الكفاءة، هذا اللي يبيه المجلس. لا المجلس ما له علاقة، احنا هذا المجلس دوره مراقب ومشرع. نعم. عدل ولا لا؟ نعم مشرع هو، أبيك تركز على كلمة مشرع يعني. طيب. خاصة في موضوع الداو كيميكال يعني كان هو مشرع، والأغلبية في 2012 هم يعني رفضوا داو كيميكال، وهم المتسببين أكثر في الخسارة أو البند الجزائي اللي هو المليونين ومئتين مليون. ليش رفضوا؟ هذا السؤال نوجهه لهم. من اللي رفض؟ من اللي نفذ؟ الحكومة. حكومة ضعيفة. ما تقدر تنفذ إذا كان المجلس ليش؟ ما 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 صرح بهذا القانون. لا او ما شرع هذا القانون. لا لا هو الحكومه مالها، الحكومه هي اللي من يعني وقعت هذا العقد، والمفترض انها تسير بهذا العقد طالما هي واثقه من اجراءاته وواثقه من يعني سلامه هذا العقد، ويعني وايضا من يعني دراسته وجدواه الاقتصاديه. مفترض أن الحكومة تستمر بهذا ما تلتفت، يعني الحكومة مفترض أنها ما تلتفت. نعم. ما تلتفت إلى الاستجوابات أو التهديد أو كذا. إذا طال حكومة أنت قوية أنا يا يعني المفروض أنها حتى المفروض الحكومة تخاطب حتى المواطن. نعم. يعني هذا المفترض أن الحكومة تخاطب المواطن، وايضا توضح للمواطن بان اجراءاتي سليمه، خاصه في هالوقت هذا، لان الوقت نعم هذا كل صار الشعب كله متابع. صار في مخاطبه من قبل الحكومه من خلال المتحدث الرسمي باسم الحكومه الشيخ محمد عبد الله مبارك، خاصه في موضوع حكم المحكمه الدستوريه، وصار يعني على 3 أيام حاولوا يوضحون للمواطن الاجراءات اللي راح تقومون فيها وما هو خطط المستقبليه لهم. والله هذا انا اعتقد انه تطور جيد، والشيخ نعم محمد عبد الله المبارك اثبت جدارته. نعم. معنا وجهت عليه بعض الانتقادات، الكل ينتقد، لكن نعم هذا شيء جيد بانه يوضح ويعني وينقل الصوره واضحه. نعم. وانا احييه واعتقد بان هذا تميز. نعم. واثبت كفاءته وقدرته بانه يعني وضح للمواطن ووضح للشعب بأن في إجراءات راح سوف تتخذ، وسوف إن شاء الله
بالاتجاه الصحيح وبالاتجاه السليم. نعم استاذ عبد الله، بس معنا تغرير جاهز، خلنا نطلع فيه معاكم مشاهدينا، نتابع هذا التغرير ونرجع لكم مره ثانيه.